إذا سارية العلم اللبناني اهتزت، ليست فقط يد الجيش اللبناني لازم توقف وتحميها، أيضا على نقابة المحامين أن تمد يدها وتمسك بسارية العلم الوطني اللبناني كي لا يبقى. لا يجوز أن ننظر إلى عضوية نقابة المحامين وكأنها مركز شرفي، وكأنها مركز لنتصور هون أو لنقدم هون. نقابة المحامين الآن بهذا الوضع العصيب، بالانهيار الاقتصادي، بالخوف الأمني، بالصراع مع العدو الإسرائيلي، بكل العناوين الأساسية، نجد أن نقابة المحامين تحتاج إلى الانسجام بين أعضائها لتاخذ القرارات السليمة، خاصة وبرجع بأكد على المستوى النقابي. أنا من الأشخاص من المدرسة الكلاسيكية، يعني التقليدية، اللي بتحط أهداف محددة واضحة ممكن نشوفها من خلال هالثلاث سنوات عضوية وممكن تحقيقها مع المجلس. أستاذ عمر من الأشخاص الكفؤين يلي بحقلهم الطموحين، يلي بيناسبنا انه يكون مثل هالشخصية المرموقة يلي عطت من جهدها كتير بالمجتمع البيروتي وحابب يعطي كمان بنقابة المحامين. استاذ عمر، انا بتمنى عليك انه اول شيء تشتغل بالقضايا المهنية، يعني قبل ما نحكي بالاحزاب وبالوطنية اكيد اول كل شيء، ولكن بدك تحكي بهال المحامين يلي ما عم يشتغلوا. انا اليوم داعم ومساند للاستاذ عمر الكوش، مش لانه اسمه عمر الكوش وصديقي، لا، لانه عمر الكوش اذا كان بمجلس النقابه بيكون عقله كبير، وكثير بحاجه نحن لناس عقله كبير. وجود الأستاذ عمر أكيد بيكون محفز لهذا العمل، وخاصة أنه هو يعني بتركيبته العمل العام بيعني له الخدمة العامة، وبيحب زملائه وزميلاته وشو بيقدر يعمل ما حيصير. الأستاذ عمر صديقنا وقلنا معه يعني معرفة، وعنده بأكثر من مطرح يعني نشاطاته، فبتأمل أنه يوصل، لأنه إنسان عنده مصداقية وإنسان عنده بيتحمل مسؤولية.